ولدي فاق المدرسه 7 الصباح هو اللي قال لي الخبر. قلت له بابا راه ديما كيكذبوا. قال لي لا دابا راه الخبر صحيح. ما هو جاري مشيت للدار لقيته فعلا مات، مات مع الوحده غير ثلث ديال الليل وقبل ما تخرجوا ابتسم والله يرحمه. والموت علينا حق. ما نكذبش عليك اولدي شحال هادي مشوا حيت هو من الدار الطوموبيل للمستشفى، هو مسكين عياق والله يرحمه، والله يرحم جميع اموات المسلمين. هذا السيد بعدا قبل بعدا كنت انا من الجمهور ديالو، من احسن الجمهور ديالو، من الاوائل الجمهور ديالو. وهذا السيد هذا كان واحد الممثل فنان مضحك، من احسن فنان كيضحك في العالم العربي. والناس اللي زايدين في الثمانينات هنا وهنا الفوق راه ما غاديش يعرفوا بينه كان مضحك فنان عالمي. الناس اللي كيعرفوه من السبعينات لتحت هما اللي غادي يقدروا بانه بهذه الكلمه هذه كنتحدانا اي واحد. الناس اللي زايدين في السبعينات لتحت بانه احسن مضحك فنان في العالم العربي. اقسم بالله العظيم هذا السيد هذا واحد المستوى العالي، عالي بزاف عالي. كانت عمري في حياتي باقي لدابا عمري ما شفت انا شي مضحك كي كنت لومبيلونس كتكون واقفه عند لومبيلونس كتكون واقفه عند المسرح او على السينما. كنا السيد من الجمهور ديالو في المسرح البلدي وتاثرنا في هذا المسرح البلدي اللي تحيد، كان عند النافوره اللي هنا في المدينه في الدار البيضاء. كنا ديما الاغلبيه كيلعب تما في المسرح البلدي. وكان واحد النهار في راس العام ديال البوناني ديال ملي كانوا لي فرونسيس هنا، كنا كناخذوا كادوات من كان الوليد عندنا خدام بنك التجاري المغربي. وتما واحد المسرحيه شنو نقول لك، راه لا اله الا الله وصافي. هذاك السيد عجيب بزاف. ما الخبر ديالو سمعته مع الوحده ونص بانه مات في مستشفى العسكري، وعجبوه هنا للدار، جابوه هنا للدار. في انا ساكن بالزوبير متكيه بيناتنا غير زنقه هو بلاد شامه. اخر لقاء كان عندك مع المرحوم؟ واخر لقاء كنا واحد النهار لقيته مسكين تاثرت ليه بزاف، لقيته مسكين بقى كيشوف ومبقاش كيسمع. وقلت لولد وصيتو قلت ليه مره خرجوا. قال لي ودي راه حتى الطبيب قال لك مابقاش تخرجوا. قالك حتى تخرج مابقاش تخرجوا، بقى في الدار احسن ليه. وبداهم ولاه مسكين الله اعطاه الله بغاه الحمد لله. رجل طيب، انا ساكن هنايا تقريبا 22 عام معاه، اللهم لك الحمد الحمد لله. صديق ديالك؟ صديق ما كنا جيران، اما صديق باش تمشي معاه ويجي معايا ما كنا جيران. ساعة نتشوفو ندخل عندو. عاد في المرض ديالو مسكين؟ واش كنت كرفص في المرض ديالو والحمد لله. اللي تجي من عند مولاي الكريم كلها الحمد لله عليها، اللي تجي من عند مولاي الكريم كلها الحمد لله. هذيك مغفرة الذنوب، كذب عليك الكذاب اللي يقول لك اللهم لك الحمد. لا خويا كان مشى للرباط، هود للرباط كان مريض وداوه للرباط، بقى في الرباط والبارح جابوه. والبارح مع الوحده الليل داموا الامانه امانته. هادشي اللي نقدر نقول لكم، نكذب على شي حاجه نقول شي حاجه اللي ما كايناش. اللهم امين والله يلحقنا به مسلمين.